البرنامج ديالنا. كنا بسيطين جدا، قلنا الحمد لله هاد البلاد مشات ومشات بعيد. هاد البلاد صبحت مثال في النموذج ديال التنمية ديالها، وفي التراث ديال الصفوف ديالها، وفي الوحدة ديالها، وفي العزيمة ديالها، وفي النساء والرجال ديالها اللي كيدمروا وكيخدموا وصابرين ولكن غادين بأمل قدام. ولذلك اختارينا أبناء منكم. ولد عفير كتعرفوه، ولدكم أهل ديال الثقة، وأنا عارف علاش قد، وعارف الكفاءة ديالو، وعارف بأنه عمرو ما يخول القبائل ديالو والبلاد ديالو. ولهذا كنطلب منكم باش من هنا 7 اكتوبر تبقاو متعبئين ان شاء الله، ونهار 7 اكتوبر تجيو تصوتوا بقوه ان شاء الله. على شنو الرمز اللي غتصوتوا عليه؟ في اطار استعدادات استحقاقات 7 اكتوبر بحول الله، دشنا حمله انتخابيه ديالنا بحضور السيد رئيس الحزب السيد صلاح الدين مزوار، اللي جا شرفنا كانطلاقة أولى له في هذه الحملة الانتخابية بإقليم ورزازات. الحمد لله الانطلاقة كانت في مستوى، كان حضور جماهيري ممتاز، كان يعني واحد التجاوب ما بين الساكنة الحمد لله اللي كتقدر يعني الحضور ديال القيادة ديال الحزب لإقليم ورزازات في قبائل إمغران بالضبط، يعني هاد الساكنة اللي دائما عندها روابط مع الحزب ديال التجمع الوطني الأحرار، دائما الثقه ديالها مع حزب التجمع الوطني الاحرار ماشي عن فراغ، ولكن يعني الثقه كانت على المشاريع وعلى المنجزات اللي حققوها اطر ومناضلي ومناضلات حزب التجمع الوطني الاحرار باقليم ورزازات بجميع قبائل اقليم ورزازات. ولهذا انا كنطلب من ساكنه اقليم ورزازات باش نهار 7 اكتوبر يصوتوا لحزب التجمع الوطني الاحرار، يضعوا علامه على حمامه اللائحه الوطنيه واللائحه المحليه.